الأمن العام اللبناني يمارس الترحيل العشوائي، وأنا عندي عديد من الملفات يلي عم يصير فيها ترحيل دون دراسة دقيقة لكل ملف بملفه. جينا لملف ياسين العتر، ياسين تابعناه وعارفينه نحن أنه معارض، بلغنا مفوضية حقوق اللاجئين أنه هذا زلمة معارض وتسليمه بيعرضه لخطر الموت. بعت كتاب لمدعي عام التمييز طالبته بالإعازة للأمن العام لوقف ترحيل ياسين، لأنه ياسين في قرار قضائي من محكمة التمييز العسكرية بمنع سفره، يعني في قرار طالع من القضاء بمنع السفر. مدعي عام تمييز أحال الكتاب لمدير عام الأمن العام للإطلاع، وصل الكتاب لمدير عام الأمن العام بعد شهرين من توقيف غير قانوني لياسين، بيطلع امبارح ببلغونا الساعة 8:15 قرار مدير عام الأمن العام بترحيله. يبقى السؤال، هل مدير عام الأمن العام بنفسه يطلع هذه الملفات أم يحيلها إلى أشخاص يجهلون تطبيق القانون؟